اردا جولير يا رجل، شو اللي عم تسويه مع نادي ريال مدريد؟ لكم ان تتخيلوا يا جماعه انه جولير مسجل الى الان 4 اهداف خلال 8 مباريات لعبها مع نادي ريال مدريد في الدوري الاسباني. لكم ان تتخيلوا هازارد لعب 54 مباراه في الدوري الاسباني مع ريال مدريد، سجل نفس عدد الاهداف 4 اهداف. خذوا هي المعلومه الثانيه والصادمه، متاكد لجمهور ريال مدريد ولجمهور الدوري الاسباني، لكم ان تتخيلوا انه جولير يمتلك اعلى معدل تهديفي في الدوري الإسباني في هذا الموسم. لكم أن تتخيلوا أنه يسجل هدف بعد كل 71 دقيقة، شيء جبار وخرافي فعليا وحرفيا. كارلو أنشيلوتي راح يكون في ورطة الموسم القادم، مين راح ينزله أساسي ومين راح يخليه على الدكة؟ لكم أن تتخيلوا جولير، بيلينغهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، توني كروس، فالفيردي، عنده عدة حلول، ولا إبراهيم دياز، شيء مو طبيعي يا جماعة. أردا جولير شكله راح ينسي جمهور ريال مدريد مسعود أوزيل عازف الليل.